تحت عنوان المرحلة الرابعة من التصعيد، أعلن الحوثيون استمرار استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ممددة تهديداتها في هذه المرحلة إلى البحر المتوسط بأثر فوري، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الجماعة. إعلان الحوثي لم يتوقف عند هذه المرحلة، بل حذر من درجة تصعيد أعلى إذا أقدمت إسرائيل على شن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية باستهداف سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية. هذا التوجه الجديد في التصعيد الحوثي في حال تنفيذه ينذر بتوسع نطاق الصراع مع فشل الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت قدرات الجماعة الصاروخية وترسانتها من المسيرات في إعادة الهدوء إلى واحد من أهم شرايين الملاحة البحرية في العالم. ومنذ مطلع العام الحالي يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر. الحوثيون شنوا منذ 19 من نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلي على غزة، هجمات ضد ما يزيد على 100 سفينة بالمسيرات والصواريخ بحجة ارتباطها بإسرائيل بنحو أو بآخر، سواء أكان بعلاقة تجارية مباشرة أو بحمل بضائع إلى موانيها. تطورات متسارعة تحمل مزيداً من الغموض على مسار الملاحة البحرية، وهو التهديد الذي رأت واشنطن أنه سيظل قائماً ما دامت الحرب على غزة مستمرة.